ورجعنا لكم مرة تانية. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الستات بتلعبها صح. الست اللي لعبتها صح النهاردة معانا من نوع خاص جدا، من وسط الألاف اللي شاركوا في معرض الكتاب، قدرت تخطف الأنظار بست كتب مختلفة عن الرياضة وكرة القدم. ثلاثة منهم بيتكلموا بس عن أسرار الأهلي وكواليسه، وإصدارها الأخير كمان كان كتاب باسم كيف غيرت كرة القدم حياة البشر، واللي جواه قصص وحكايات ملهمة لينا وليها هي كمان. النهاردة ومعانا ومنورانا الكاتبة الصحفية بسمة صبحي. أهلا بيك يا بسمة. أهلا بحضرتك، منورانا. ميرسي، ده نورك. عايز أعرف منك كده، يعني تقولي لي بداية كتابة الرياضية اللي أنت ابتديتيها كانت إزاي؟ هي تقريبا كانت في أواخر 2009. كنت بكتب بوست عادي على الفيسبوك على جروب لمجلة كلمتنا، فعجبهم قوي فبعتولي قالولي ما تيجي تنضمي لينا في القسم الرياضي. فقلت لهم اوكي. انا ساعتها ما كنتش عارف ان انا يعني بعرف اكتب كويس او كده، بس انا طول عمري كان نفسي اشتغل حاجه ليها علاقه بالرياضه او بالكوره. انت اهلاويه؟ طبعا طبعا طبعا. واضح كتاباتك كلها عن الاهلي. اكيد. بس انت قبل ما تكتبي كنتي بتتابعي الكوره؟ كنت من محبي الكوره؟ من وانا صغيره وانا بحب الكوره، والنادي الاهلي اللي حببني فيها بصراحه. اوكي. وبعد يعني بس من وانا صغيره وانا يعني نفسي اشتغل حاجه ليها علاقه بالكوره، بس ما كنتش عارفه هي ايه لغايه لما جت فرصه الكتابه. حلوه قوي. انت صاحبه لقب اول مصريه تكتب في كره القدم. احساسك كان ايه لما خدتي اللقب ده، ومين اللي اطلق عليك اللقب ده؟ هو انا لما عملت كتاب محطات رياضيه رحت الدكتور خالد توحيد الله يرحمه عشان يكتب لي المقدمه بتاعته، فبعد ما قراه كده قال لي ان انا اول بنت في مصر تكتب كتاب رياضي، وفعلا وافق يكتب لي المقدمه وكتب لي فيها ان انا اول بنت في مصر تكتب كتاب رياضي، وكتب لي كمان مقدمه كتاب ريمونتادا وكتاب حكايات اهلاويه. يعني انت الاهلي يعني استاذ خالد توحيد كان رئيس سابق لقناه النادي الاهلي، فانت النادي الاهلي ملمس معاكي في كل حاجه. أيوه. يعني من كل حاجه، من تشجيعك، من كتاباتك، وكمان استاذ خالد. طيب اختياراتك للكتب مختلفه يعني ملفته للنظر، سر الاهلي، وجبات خفيفه، الاختيارات دي بتجيبيها منين؟ يعني منين بتختاري؟ ايه الهامك ليها؟ يعني تقلي بتيجي لوحدها كده. بس سر الاهلي تحديدا يعني كنت كاتباه عشان يعني حتى السؤال اللي هو تحت اسم كتاب اسمه لماذا يفوز الاهلي دائما. يعني الناس دايما بتستغرب انه الاهلي دايما بيكسب، وانه مشجعي الاهلي ما بيقبلوش اصلا غير بالفوز. فكنت حابه اكشف السر ده عن طريق اكشفي لنا السر. طيب قولي لنا اي حاجه عن الكتاب. هو السر طبعا في روح الفانيلا الحمراء، يعني هي بتبقى موجوده كل جوه كل واحد اهلاوي، يعني مدرب بقى، لاعب، مشجع، كله يعني. الكتاب اهو بتاع سر الاهلي. سر الاهلي. فجبت نماذج من تقريبا من اغلب الالعاب، يعني لعيبه كوره سابقين وكده، ولعيبه سله ويد. بس السنه دي برضو كان ليكي كتاب حبيبتي كره القدم. حبيبتي كره القدم. برضو عن الاهلي تحديدا ولا لا؟ عن الكوره بشكل عام. يعني جات لي فكرته لما كان عندي كورونا وكنت تعبانه جدا، بس كانت الكوره والنادي الاهلي يعني بيساعدوني على ان انا ابقى كويسه واتحسن. فحبيت اشرح للناس في الكتاب ازاي الكوره ممكن تغير حياه الناس للافضل باشكال مختلفه، يعني بشكل مباشر او غير مباشر. ممكن تقولي لنا هايلايتس؟ احنا طبعا مش عايزين نحرق الكتاب يعني عشان الناس تروح تشتري الكتاب، بس يعني برضه احنا في النادي في قناه النادي الاهلي، قولنا شويه هايلايتس من جوه كتاب حبيبتي كره القدم، اهم كده الحاجات اللي جواه. يعني مثلا في قصه اسمها الاستيقاظ على نغمات كره القدم، الاستيقاظ من الغيبوبه على نغمات كره القدم.
نعم. انا ودني دي مش بسمع بيها كويس. مش قلت يمكن المشكله انا اسفه. والاير بيس في الودني دي، عايزاكي تعلي صوتك عشان انا اكسايتد قوي. ودني بايظه. قولي كملي. فهي بتحكي قصص عن ناس فاقوا من الغيبوبه بسبب الكوره. ايه ده؟ طب ثانية واحدة، دي قصص حقيقية ولا؟ اه دي قصص حقيقية حصلت. طب يعني اتفضل. في واحد الغيبوبة بسبب الكورة؟ اه ده انا يعني في ولد صغير بولندي اسمه ديفيد، كان عنده 10 سنين، عمل حادثة بالعجلة بتاعته ودخل في غيبوبة فترة طويلة. فالأطباء يعني حاولوا يخرجوه من الغيبوبة بطرق طبية أو تقليدية، بس برضو ما قدروش يعملوا كده. ففي دكتور اقترح عليهم إن هم يعني يشتغلوا على الجانب النفسي شوية. أوكي. فقالوا لأهله إن هم يكلموه ويحطوا له السماعات في ودنه لما يكون في ماتشات لريال مدريد أو البرتغال، لأنه هو بيحب كريستيانو رونالدو. فساعتها كان كريستيانو لسه في الريال. ففعلا قعد 3 أسابيع، وأول ما كريستيانو جاب جون مع منتخب البرتغال في مرمى السويد والمعلق بدأ يهيص وكده ويقول اسم كريستيانو، فالولد فعلا تهزر. وبعديها بفترة كريستيانو لما يعني سمع حكايته وكده دعاه هو واهله ان هم يحضروا ماتش وسلم عليه وتصور معاه. الله. طب بسمع انا يعني، بصي قماشه الكتابه كبيره قوي، ودايما اللي بيكتب بيبقى عايز يحتفظ بالقماشه دي علشان ما يوقفش ما يعطلش. ايه سبب اختيارك ان انت تكتبي في الرياضه بس؟ وانا بحبها، بحبها أنا قوي. انا عايز اسالك، انا مش عارفه دراستك اصلا كانت ايه. انا خريجه كليه حقوق. حقوق. اوكي. انا كاتبه كتاب سابع، هو مش رياضه، هو عن الكنيسه المعلقه وعن مجمع الاديان. كتاب تاريخي يعني. أوكي. انا بحب اكتب في كل حاجه، بس انا الرياضه يعني. في كتابك الاخير انت كنت كاتبه حاجه عن نجيب محفوظ. احكي لنا عن دي. هو نجيب محفوظ وهو صغير في الابتدائيه يعني راح عند صديق لأخوه، وكان صديقه ده يعني قدامه ملعب، قدام البيت ملعب أو حاجة زي كده. فساعتها اتفرجوا على ماتش ما بين فريق مصري وفريق إنجليزي، كان أوكي. ساعتها الاحتلال الإنجليزي وكده، فالفريق المصري كسب الفريق الإنجليزي. ساعتها نجيب محفوظ اتفاجئ أنه يعني ممكن نكسب الإنجليز في حاجة أيا كانت هي إيه، حتى لو كانت كورة يعني. وعجبه جدا فكرة اللعبة، وعجبه حسين حجازي، ولما روح قرر إن هو هيبقى لعيب كورة، وقال لبابا يجيب له كورة. وفعلا بدأ يتدرب هو مع نفسه في البيت وكده، وفعلا بقى يعني بقى يلعب كورة كويس، وبقى يعني عمل فريق اسمه قلب الاسد في العباسيه، وبقوا يلعبوا كده. انا عندي فضول بس اعرف الحكاوي الصغيره دي انت بتجيبيها منين؟ بتحضر ازاي؟ كنت لسه اسالها والله. ازاي اميره احنا دماغنا بقت بتفكر في نفس الحاجه في نفس الوقت، ده خطر. ازاي بقى؟ هو انا كمان بحب القرايه قوي، ف يعني بقرا كتير جدا، ف يعني بقرا مقالات كتير على الانترنت، وبتابع الاخبار بشكل يومي، لانه انا عندي بيج على الفيسبوك اسمها محطات رياضيه، انا اللي أوكي. ماسكاها. محطات رياضيه؟ فيها 160,000 متابع. ما شاء الله. هيبقوا 162 وبيبقى جمهور الاهلي ان شاء الله معاكي النهارده. ان شاء الله. ف يعني طبيعه شغلي فيها بيخليني اتابع بشكل يومي الاخبار. وانا بحب قوي القصص التاريخيه والحاجات دي، بحب اعرف يعني. بصي طيب خلينا نضيق الزاويه شويه. كتاب حبيبتي كره القدم، انا قررت انه انا هعمل كتاب اسمه حبيبتي كره القدم او كتاب جديد. قعدتي تلمي المعلومات دي ازاي؟ الغيبوبه وكذا والناس وقصص الحياه للناس الكتير قوي اللي اتغيرت من الكوره. هو
يعني دايما انا لما بتعجبني قصة اقراها بحتفظ بيها على الكمبيوتر. حلو. فلما بتجيلي فكرة الكتاب نفسه بقى هتكلم عن كذا، بتبدأ القصص دي تيجي في دماغي وادور عليها عندي على الكمبيوتر، وبعدين ابحث بقى بشكل اوسع عن كل قصة عن لوحدها. طيب احنا دلوقتي في 2023 لسه في العقلية بتاعت ان المرأة ملهاش في الثقافة الرياضية ولا في النقد الرياضي ولا في الكتابة الرياضية. اكيد واجهتي نقد من النوع ده، تعاملتي معاه ازاي؟ في الاول كنت يعني كنت بتضايق من فكرة لا انت مكانك المطبخ وايه اللي دخلك في موضوع الكورة وكده. بس كان بيتقالك يعني كتير وعلى البيج كمان. انت مكانك المطبخ. المطبخ مش عارفه ماله المطبخ حلو، مكاني المطبخ ومكاني هنا عادي يعني. مش مشكله يعني. عادي يعني. انا مكاني المفضل في البيت المطبخ. ايوه بالظبط. مش عارفه ايه علاقه المطبخ بالموضوع يعني، مين اللي مضايقهم. بس بعد كده بقى يعني بقى حاجه عاديه يعني. حاجه عاديه ولا خلاص انت ما بقاش يفرق معاكي الكلام ده خلاص؟ يعني لسه بتواجهي النقد ده ولا الفكره اتغير؟ لا لسه برضو. لسه اوكي. بس انا بقيت اطنش. لا برافو، انت شغلك هو اللي بيتكلم عنك يعني. بالظبط. مش محتاجه ان انت فعلا تلتفتي للكلام ده خالص. بس ما انت اهلاويه بنسبه 300,000%. هل شايفه انه الصحفي الرياضي او الكاتب عامه انتماءاته لا تغير شيء في كتاباته؟ يعني خليني اقول لك بمعنى اوضح، هل انت شايفه انه الكاتب يقدر يكون محايد لو ليه انتماءات؟ طبعا، هو المفروض انه يعني يفصل شغله عن التشجيع. أوكي. يعني انا عادي ممكن اكتب مقالات عن نادي الزمالك او الاسماعيلي او كده، واكتب اخبار عنهم مفيش مشكله. بس هل هتكتبي كتاب عن نادي الاسماعيلي، نادي الزمالك، اي نادي من الانديه المنافسه للنادي الاهلي؟ لا بصراحه لا. مش هتعرفي ايه محايده. يعني ممكن يعني في كتاب محطات رياضيه كنت كاتبه حاجه عن نادي الزمالك، بس كنت كاتبه يعني عنه عن النادي الاهلي، عن المواقف الوطنيه اللي في تاريخ الناديين يعني. فممكن حاجة صغيرة، لكن كتاب كامل صعب. ما تقدريش. طيب ايه المشاريع اللي بسمة صبحي بتحضر لها الفترة اللي جاية؟ وهل برضو هيكون ليها علاقة بالاهلي ولا؟ هو انا نفسي اعمل كتب كتير قوي عن النادي الاهلي. يعني ايه اللي نفسك تعمليه للاهلي؟ تاريخ النادي فيه حاجات كتير قوي لازم تتحكي يعني. والكتاب هو اكتر حاجة بتفضل باقية سنين طويلة يعني. وانا بشكل عام نفسي يعني انشر فكره الثقافه الرياضيه بشكل اكبر في مصر، يعني الناس تبقى قاعده مستنيه ان كتاب رياضي ينزل عشان تقراه وتنبسط بيه. يعني كل كتبي بكتبها بشكل قصصي عشان تبقى لطيفه يعني. حتى لو حد ما بيحبش الكوره ممكن يقراها وينبسط بيها. زي يعني في كتاباتك مثلا بتتناولي الماتشات، المباريات، الاهداف، اللعيبه، يعني عايزه تقرخي باي شكل. بالظبط. يعني هتلاقي قصص عن بطولات النادي التاريخيه، وحاجات عن لعيبه طبعا، كابتن بيبو، كابتن صالح سليم، كابتن متعب، ناس كتير طبعا كتبت عنهم في حكايات أهلوية. ويعني بحاول ان الموضوع اكتبه بشكل قصة عشان يبقى مشوق اكتر، يبقى خفيف على الناس. انت كنت بتقولي حاجة من شوية مهمة قوي، كنت بتقولي الثقافة الرياضية. شايفة ماذا ينقص الثقافة الرياضية في مصر؟ يعني مش عارفة الحقيقة، بس هو الناس ما يعني ما بتملش قوي انها يمكن تقرا كتاب رياضي. فمع ان الموضوع ده جميل وممتع زي الروايات او المجموعات القصصيه او كده، بس مش حلو. طب مين من اللعيبه اللي نفسك تقربي كده وتوثقي مسيرته وحياته؟ كابتن عماد متعب. كابتن عماد متعب؟ اوكي حلو قوي. ده اكتر حد يعني لعيبي المفضل من زمان قوي، و يعني في حياته فيها حاجات كتير ممكن. يعني شايفه ايه فيه مميز؟ انت قلتي ان انت اوريدي كتبتي عنه حاجه. كتبت. انا بس قلت هتقول محمد صلاح. وانا
استغربت من كاتبه عن كابتن محمد صلاح في الكتاب الجديد حبيباتي كره القدم. طب ايه المميز في كابتن عماد متعب مخليكي متمسكه وعايزه تكملي ولاعبك المفضل؟ يمكن عشان بحبه من ايام ما كان في الناشئين ف يعني مكمل معايا. طبعا هو يعني ليه خلاف على كابتن عماد متعب يعني. طبعا. خليني اسالك كمان عن هل فكرتي في وقت من الاوقات انك تعملي كتاب فنيات بقى، تعملي مثلا كتاب ليه علاقه بتاكتكس، تعملي كتاب ليه علاقه بفنيات كره القدم؟ لو انا عايزه ابقى محلل اقعد اقرا الكتاب ده يضيف لي معلومات في الكوره؟ لا اعتقد ان انا مش هياخد منك مجهود ده قوي، مش حلوه قوي في موضوع الفنيات ده. أوكي. يعني كمشجعه اوكي فاهمه اللي بيحصل في الملعب وفاهمه كل حاجه، لكن ان انا اكتب وانصح حد بحاجه لا. لسه حلو. لكن انا احب اكتب حاجات تاريخيه اكتر. اوكي. طيب عايزه اعرف منك دلوقتي، اي كاتب بيحب يسمع راي كتاباته قبل ما ينشرها، سواء بقى الرأي ده تمام او مش تمام، مين بتخلي مين يقرا ويديكي نصيحه؟ مين الداعم ليكي؟ تامر اخويا ووالدتي. ما شاء الله، انا شايفه الاخوات داعمين الفتره دي صح؟ من كل ما يجي لنا ضيف ضيف ما شاء الله يقول لنا اخوه. يا ريت اخواتي يبقوا بيتفرجوا اخويا يدعموا شويه. يا ريت. اخوكي هو اللي بيقرا؟ بيقرا الكتاب قبل ما ابعته لدار النشر، ولو في اي ملاحظات بيقول لي عليها. طيب عايزه اعرف من عايزه اعرف منك يا بسمه، ايه اكتر كتاب عمل نجاح كبير قوي وحسيتي ان هو انتشر جامد وقريب ليكي كمان انت؟ حكايات اهلاويه. حكايات اهلاويه. عمل مبيعات كتير؟ عمل 3 طبعات ما شاء الله، ويعني وكان في ناس كتير بتتكلم عنه والناس حبيته قوي. كان اول كتاب ليا للاهلي، عن الاهلي. ده كان اول كتاب عن الاهلي. فلي معزه خاصه في قلبي جدا. هند بتسالك ليه لي معزه خاصه؟ يعني شويه كتاب يعني يمكن عشان كنت بحلم من زمان ان انا اكتب كتاب عن النادي الاهلي، واخيرا حققت الحلم ده. النادي الاهلي سكر مش طبيعي. بل النادي الاهلي كنت هتسكر. انا عايزه بقى نخرج من الكتابه والكتابات، انت حياتك عامله ازاي؟ بتعملي ايه في حياتك تاني غير الكتابه؟ شغل، حياتك الشخصيه، متجوزه، مخطوب، يعني كل الحاجات دي. لا انا لسه انسه. جدع. اسكتي بقى. جدع. لو ناوية تتجوزي ابعدي عني. سيبك منها، سيبك منها، خليكي معايا انا. قولي لي كملي. بحب القرايه، يعني بتاخد مني وقت طويل في يومي. اوكي. وبقى لازم اكتب كل يوم حتى لو ما فيش حاجه. يعني ما فيش حاجه مهمه او ما فيش شغل، لازم اكتب كل يوم. انا بحب اعمل كده كل يوم. وطبعا البيج بتاعتي برضو على الفيسبوك لازم اكتب فيها بشكل يومي، وبحب التطريز. ايوه، عايزين حاجات بقى اللي بره القرايه والكتابه وكده. انا بكتب كل يوم برضو طلبات البيت. بكتب مشاكل. قولي لنا الحاجات التانيه. بتحبي التطريز؟ بحب التطريز. أوكي. جدا. يعني بتحبي التطريز اللي هو الحاجات التريكو دي ولا ايه دي؟ التطريز اللي هو المسارش. التطريز دي بتبقى اسمها سيرمل ولا مسيرم حاجه كده، اسمها ايه؟ مش لازم بقى. مش لازم اسمها، خلاص انا اسفه. انا قلت اقول تفصيله طلعت غلط. انا فهمت قصدك، اللي هو المفرش بيبقى عليه ورده كده وانت تحطي خرز. لا خلاص يا استاذه هند، مش لازم التفاصيل دلوقتي. فاهمه قصدي. طب ليكي في المطبخ بقى، بمناسبه الناس اللي بتقول لك اصلا بحب الست يبقى ليها في المطبخ؟ بصراحه انا بحب يعني ليا، بس مش قوي. بس بعرف اعمل اكل. بس ما انت نورتينا والله، ونورتي قناه الاهلي، واحنا مبسوطين بيكي وبحبك للاهلي ده. انا اللي مبسوطه جدا. ان شاء الله تشرفينا تاني. ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي جدا. للاسف خلصت فقرتنا. سعداء جدا 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 بوجود بسمه معانا النهارده. بنتمنى يكون عندنا اكتر من بسمه في مجال الكتابه الرياضيه. فخورين بيكي ومشوارك، ويا رب دايما انت والاهلي والرياضه المصريه في نجاح وتقدم. دلوقتي خلصت فقرتنا، نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. استنونا.